24/12/2012 دار على المحطة طريق السد. حرق المشفى الميداني، تدمير من قبل كتائب الأسد أثناء اقتحام حي طريق السد، وهو منزل لأحد المدنيين كنا نداوي فيه جرحانا والمصابين نتيجة القصف العشوائي وإطلاق النار على المدنيين. عندما دخلت كتائب الأسد إلى حي طريق السد قامت بحرق المشفى بشكل كامل. ها هي المشافي الميدانية في مدينة درعا، يتم إحراقهم من قبل كتائب الأسد، والمشفى الميداني تابع لكتيبة شهيد شهداء طريق السد.